لو الحكاية فيها إن فيديو قفشة من قفشة الأفلام فاكريها. هو دايماً علشان بقول لأصحابي أنا يعني مش رايحة المحاضرة وكده عشان عندي جروب في مصر، فيوم يعني ما يشوفوني في المحاضرة بقى يفضلوا يقولي حازم حازم أقولهم بسوني بسوني ده حازم. أكتر قفشة بصراحة اللي هي بتاعت سمعت كل حاجة إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص، يعني بصراحة دي أصلاً مربوطة عندي بموضوع المذاكرة، أجي أذاكر بحس إن في حاجات مش فاهماها مع إن أنا بكون سمعت كل الشرح بس برضه ولا كلمة بتثبت ولا كلمة مفهومة أصلاً. أنا سمعت كل حاجة إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. قول لي يا فرق بين الراجل والمرأة إيه؟ الفرق اللي كل الناس عارفاه. وإيه دي لازمية الدخلة دي يا ناصر؟ أنا هاجي في دخلة برضه أروح أمك. هاجي في دخلة وهيشهد عليها أبوك. بس يا بابا. يا محمد يا نيل. ده أنت معلم يا دوب بتتكلم وأنا واقف. ده أنت تمسك الشيشة بقى. لما يكون معايا اكل وكده وصاحبتي تمسك الكيس وتنزل واحده تانية فبقول لها اراك توزع من مال امك. خلاص يا حلو اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. القفشه بتاع فيلم امير البحار اللي هو قال له طلعتني من الموت ليه؟ قال له ده بالي ما تشكرني اشكرك عشان طلعتني حطيتني على مركب دايه. طلع طلع شفت دي طلعتني تاني. فيلم غبي منه فيه لما كان بيبص على البنت بالمنظار دي سماح. هي الحته دي طبعا مسخره جدا. دي سماح في